أعزائي المشاهدين، من فرعية زاكروس نحييكم أطيب تحية مقرونة بأصدق مشاعر المحبي للثقافة النفسية في مجال علم النفس الرياضي ومشاعر فريق العمل، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم النفسي سايكولوجي أو علم النفس. أحبتي، موضوعنا اليوم عن الرياضة، ولكن بمنظور آخر، مو بمنظور رياضيين، بمنظور كادر تدريسي، بمنظور مختصين في مجال الرياضة، بشكل علاقة الرياضة بالصحة النفسية ونفسية البشر، وتحديدا جمهور كرة القدم. ما الدوافع التي تجعل الجمهور، جمهور كرة القدم، يعني يخلق الفوضى أو يثور أو أحيانا يحول الحياة إلى مهرجان البهجة؟ ماذا نعني بالإعداد النفسي؟ يعني مرة نسمع بس الناس البسطاء الغير المختصين ما يعرفون شنو الإعداد النفسي للاعب. أحبتي، بهدف الإجابة الأمثل عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى، ارتأينا اليوم أن نستضيف نخبة من المثقفين والكوادر التدريسية في مجال الرياضة بشكل عام، وهم الدكتور آلان قادر رسول، كادر تدريسي في كلية التربية الرياضية. مية تربيك برنامج سايكولوجي قناة زاكروس الفضائية. أهلا وسهلا بك. خليك الله. والدكتورة عظيمة عباس، أيضا كادرة تدريسية في كلية التربية الرياضية، نتشرف بجيتك. سهلا بك رفيق، احنا لنا الشرف. الله يخليك. وعدنا اخيرا الدكتور منهل نبيل، ايضا كادر تدريسي واعتقد مغترب مقيم في لندن، لو كندا. نقول مية هلا بيك ببرنامج سايكولوجي قناة زاكروس. اهلا وسهلا بك. يعني نقول دكتور آلان، احنا موضوعنا اليوم عن سيكولوجية الجمهور والإعداد النفسي. بداية، قبل أن نتطرق إلى خلينا نقول ردود أفعال الجمهور المنفعلة أحيانا، يحولها إلى بهجة أحيانا، الفوضى أحيانا، جمهور كرة القدم تحديدا، أول شيء خلينا نبلش بكونك كادر تدريسي ومعروف في مجال الثقافة الرياضية الأكاديمية، ماذا نعني بالإعداد النفسي للاعب؟ نوضح للناس البسطاء اللي ما يعرفون شنو الإعداد النفسي. نعم، هو كمصطلح إعداد النفسي صراحة احنا لازم اولا نعرف انه عندنا اوقات لهذه الحالة، هي إعداد نفسي طويل المدى وإعداد نفسي قصير المدى. الإعداد النفسي الطويل المدى نقصد به تهيئة اللاعب يعني نفسيا وسيكولوجيا الوصول إلى المستوى اللي يقدر أنه يقرأ الأحداث بشكل جيد، يتعامل مع الأحداث بشكل جيد، يدرك الأحداث بشكل جيد، ويجد الحلول للمشاكل اللي ربما قد يصادفها في المستقبل لفترة طويلة. وعندنا إعداد نفسي قصير المدى اللي هي نفس الحالة مال طويل المدى، بس الوقت ماله يعني أقصر من للعبة معينة، للعبة معينة، لحالة معينة، لمباراة معينة. احنا نتكلم عن الجانب الرياضي. بشكل عام الإعداد النفسي هي تهيئة اللاعب يعني نفسيا للأمور اللي أشرنا إليه في 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 تعريفنا لإعداد النفسي طويل المدى والقصير المدى. شكرا دكتورة. يعني سمعتي، إذا عندك إضافة إلى علاقة إعداد النفسي للاعب بمهارة اللعب أو علاقته بعدم انفعاله أمام الجمهور وما إليه، مداخلات ممكن، لأنه هالموضوع أنه العامل النفسي كيف يحسم اللقاءات يحتاج أنه ندخل في تفاصيل. أنت سألت لكل اللاعبين ولا لا؟ بعض اللاعبين تكون عندهم استثارتهم عالية، أحتاج إليهم ولا تهدئ، ما يأثر عليهم لا جمهور ولا غيره، أحتاج إلى أهدئ. وبعض اللاعبين يكونون لا أبالي، أحتاج إلى أرفع حالته النفسية. ولهذا بعض الأحيان أنه أنت لما تنطي برنامج نفسي لازم تعرف كل لاعب إيش يحتاج. يعني من الخطأ أنه تنطي نفس البرنامج النفسي للكل. تمام. لأنه إذا أعطيت للكل، أنا عندي لاعب حالة اللامبالاة، هذا يحتاج إلى أرفع حالته النفسية واستثيره.
او لاعب عنده حالته النفسيه بحيث يوصل يدخل اللعبه ويرجف من قد ما متوتر. بمعنى كفروق فرديه. يعني هذا الموضوع فروق فرديه في التعامل، كل واحد لازم له خصوصيته. عافيه يحتوي بعض الفرق العالميه تخلي طبعا اكثر من مدرب من نفسي. من ندرس طلاب اكو كلش ذكي، اكو لازم احنا نحسب حسابنا. راعي هاي الفروق الفرديه بالجوانب بالاستجابه وكذا. دكتور من سمعت من اي زاويه تريد تحكينا عن الاعداد النفسي؟ شكرا استاذ رفيق، شكرا لبرنامجك، شكرا للاستضافه. الحقيقه اني ايد زملائي دكتور اعلان ودكتوره عظيمه اللي طرحوا بي من ناحيه الدور علم النفس بالتاهيل النفسي. خلينا نقول احنا بصوره عامه الكل يهتم بالاعداد، احنا بالرياضه نهتم بالاعداد البدني بصراحه والاعداد المهاري. نعم. بصوره اكثر تفصيلا ويهمل الى حد معين الاعداد النفسي. بطوله كره القدم تعتبر يعني من البطولات اللي تخطط لها، فالفريق دائما يعني البطولات العالميه والبطولات العربيه حتى عندنا رياضات فرديه، رياضه السباحه، رياضات الساحه وميدان، العاب الركض. تمام. هاي الاعداد يكون على اساس شخص او شخصين فقط، بينما الالعاب الجماعيه يكون اعداد فرقي، لكن يفضل ان يكون يراعي بالفروقات الفرديه بين اللاعبين. على كلامكم دكتور، يعني هذا السؤال ثلاثتهم، يعني مو شرط احنا بالتسلسل، يعني انتم تعتقدون خلينا نقول ضربه هدف من صيغه ضربه الهدف، مرات لان السبب يكون عدم وجود اعداد نفسي جيد للاعب محترف وشو يضيع ضربه الهدف. لها علاقه بحاله النفسيه او حالات مهاره معينه، فرصه كلش واضحه بسيطه، اي لاعب بسيط كان يقدر يعني يسويها جول، خلينا نسميها باللهجه العراقيه، بينما واحد يقصر او مرات يكون اناني، لها علاقه بالجانب النفسي اثناء ارتباك اللاعب عند ما يضرب ضربه حتى لو يكون لاعب محترف. بكل تاكيد. تفضل دكتور. بالنسبة لحضرتك تكلمت عنه كإعداد نفسي وكمهارة محددة، صراحة احنا عندنا بالإعداد النفسي انه المهارة تدرب النفسية كما تدرب المهارة الرياضية. يعني انا ما اجيب لاعب كرة قدم او كرة سلة في حالات يعني الحالات الثابتة اللي هي يعني فردي يكون الأداء، مثل الفاول شوت بالسلة او رمية السبعة أمتار بالقدم او ضربة الجزاء بالقدم. هذه الحالات تحتاج إلى من اللاعب إلى يكون هادئ ويكون مركز. إذا نشوف بعض الأحيان طلع حضرتك طلبت مثل، نسمع المدرب على الخط يصيح على اللاعب ركز ركز، هو كيف يركز وما متدرب على التركيز؟ تعرف حضرتك أستاذ رفيق كلام سليم، التركيز مهارة تحتاج إلى تدريب قد يصل مسبق. قد يصل إلى ثلاث إلى أربع أشهر. يعني بس لا 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 مستحيل يريد يركز. هذا يعني العفو لهالكلمه، هذا يعني كلام ساذج من نسمع نقول له ركز. كيف يركز هو لم طبعا التركيز تمام. يحتاج الى حاله يعرفها بالاخص زميلي دكتور آلام باعتباره اختصاص علم النفس، نسميها العزل عن المحيط. انه اللاعب لما يكون هو والهدف كيف يعزل تاثير الجمهور عليه؟ شايفين بكره السله خاصه بالدوري الان بي اي يكون بنات تحت الهدف ولازمين ريش وما اعرف شنو يشوشون على اللاعب، حتى هذا اللاعب لو كان معد باعداد نفسي بحيث يعزل عن المحيط الخارجي راح يؤدي بشكل كانه الجمهور ما موجود. كلام سليم. طيب قبل ما انتقل للدكتور آلان، ما دام انت يعني على ضوء كلامك اراد لتمرين، خليني اقول المتمرس انت نفسك، احبتي اعزائي المشاهدين طبعا دكتوره عظيمه كانت لاعبه محترفه في لعبه السله، ويعني كانت ايضا مع انديه عراقيه محترفه مثل الزوراء ونادي كاتو الى اخره. انت كلاعبه سله دكتوره صارت لك حاله يعني كان المفروض تسوين مثلا تهدفين بالسله وصارت خلل واضح نتيجه حاله نفسيه، وشنو كانت حالة النفسية اذا بالفعل صارت اكثر من مره، ولهذا اشرحي لنا حتى اللاعب يستمع. يعني احنا دائما نقول يعني عندنا دائما بنسمع المحللين وبالفعل كلام صح، يقول لك اللاعب الخبره واللاعب المبتدئ. تمام. واحده من الاشياء المهمه عند اللاعب الخبره انه حالته النفسيه اصبح قادر على التحكم بها. بعض الاحيان لما كنا لاعبات وكنا بعدنا يعني ما مؤهلين واصلا بالفعل ماكو اعداد نفسي. تمام. كنا لما نلعب في ارض وملاعب غير فرقنا، مثلا احنا كنا في بغداد نجي نلعب في اكاد.
إيه؟ يكون دائما قاعة نادي أكاد مليئة بالجمهور طبعا. إيه؟ الخاصة الجماعة في نادي أكاد وفي الإقليم كانوا من يعني العاشقين للسلة ومتابعين وحكم البيئة أنه هم يعني شون أنه هذه المنطقة أنه هي مميزة لها طبيعتها الثقافية والاجتماعية. كان نادي أكاد نادي عريق نادي يعني عريق نادي عريق أكيد كل الناس تجي تدعمهم. صحيح. فكنا ندخل القاعة مليئة بالجمهور. صحيح. فكان واحدة من العوامل اللي تأثر علينا أنه نرتكب الكثير من الأخطاء يعني نفقد عملية السيطرة على أصابعنا. مثلا ممكن تتذكرين خطأ معين واضح ببالك بذاك الفتش؟ أنا أتذكر أنه واحدة من اللعبات كانت بين نادينا نادي الزوراء ونادي أكاد. أي. كانت انتهت الوقت الأصلي للمباراة بأنه بالتعادل الصور كان 50-50. أوكي. دخلنا بالأوقات الأضافية اللي هي بتسلي ينطون 5 دقائق أضافية لأن تنحسم. فبهاي اللحظات انه انا صراحه فقدت اعصابي وكان وحده من اللاعبات يعني ما امدح بنفسي انه معتمد عليها الفريق انه تحت السله وطويله وما اعرف شنو انه لكن فقدت اعصابي بحيث سمعت الجمهور سمعني كلمات اضطريت الى انه يكون انفعل وحصلت في هذا الوقت على حاله طرد انطردت بالوقت الاضافي. ليش انت نتيجه انفعالك نتيجه الانفعال رد فعل متشنج كان زائد عن اللازم يعني استدرت رد فعل سلبي سويتي رد فعل يعني. سلبي تجاه احد اللاعبين مو بيجي يستاهل الانفعال كسك يضيع الوحش لا لو كنت معده اعداد نفسي انه ما تاثر كان ما تسوي الكلام كل السليم. دكتور الان تعليقك. كاك رفيق انا باختصار يعني بالنسبة لحالة الإعداد النفسي احنا عدنا خلينا نقول الجانب التدريسي والتعليمي والتدريبي والى اخره عدنا عوامل زين. عوامل اللي تأثر على بعض الحالات النفسية اللي يحدث للاعب داخل الملعب. مثلا العوامل اللي هي اولا مثلا تقارب نتائج الفريقين. اوكي. يعني مثلا انت تلعب ويا فريق متصدر وانت ثاني. طيب. يجوز الأجواء النفسية اللي يحيط بهاي اللعبة يختلف عن ما تلعب ويا فريق في مؤخرة الدوري. تمام. مثلا هذه إحدى العوامل. اثنين الحالة المناخية خلينا نسميه الوذر يعني مثل الخليج كانوا عبارة بالبحيرة الحر والبرد. ايه؟ زين مثلا ملعب المباراة انت اذا تلعب في ملعبك او تلعب في ملعب الخصم. صحيح. يعني أكو التعرف أو المعرفة الفريق المقابل أو الخصائص الموجودة في الفريق المقابل. نعم. العمر التدريبي مالك يعني أنت لاعب مثلا جاي سنتين ودا تلعب لو عندك خبرة مسبقة. نعم. وعندك معلومات على كثير من الحالات زين. مثلا الجمهور إحدى العوامل اللي تأثر على الحالة النفسية مال اللاعب. مثلا المثال اللي تفضلت به الدكتورة يعني صحيح إنه مرات مثلا فالحالة النفسية أكو عوامل بس المشكلة يعني صراحة أنا أقول لك إحنا دنعاني به وإحنا طلبنا أكثر من مرة خاصة الأخصائيين النفسيين. أي. يعني استاف الفني مال أي فريق هسه احنا عندما نلاحظ الاستاف الفني مال الفريق عندهم المدير الفني عندهم المدرب عندهم الحراس مدرب حراس مرمى عندهم مساعد مدربين بس اهم شيء اللي ما موجوده بكل فرق هي الاخصائي النفسي. انت قصدك اخصائي النفسي المعالج النفسي لو طبيب النفسي اخصائي نفسي سايكاتري يعني قصدي اخصائي نفسي بشكل عام يعني مجال الرياضه بمجال الرياضة لأن يعني. نعم. أكو حالات أكو شغلات حتى المدرب الفني ما يقدر يقررها أو ما يقدر يقرأ. طبعا. أو ما يقدر يجد له حلول أكثر من المختص النفسي الموجود بالفريق. صحيح. يجوز عندك لاعب في المستوى البدني والمستوى المهاري كل يعني واصل مستوى مرتفع جدا لكن تشوفه في لعبة معينة أو في مباراة معينة ربما قد يكون ليس مهيئا نفسيا حتى يلعب. قصدك يحتاج إلى اختصاص دقيق في مجال علم النفس. نعم. الرياضي قراءة اللاعبين أهم من أتصور من بعض الشغلات. صحيح. الفنية والمهارية اللي الموجودة. صحيح. دكتور منهل سمعت يعني سمعت تعليقاتك على ما دار بينه وبين دكتور علان ودكتور عظيمة. استاذ رفيق اللي تفضلوا به الاخوان يعني اني ايده بصراحه خاصه في اوساطنا اللي تفضل به دكتور اعلان من نقص كوادر
متخصصة نفسيا بمرافقة أنديتنا أو بأنه تكون كادر مع فريق معين حالة ضرورية ونعاني منها بالعراق وبالأوساط العربية بصورة عامة. دائما الفرق كل الأوساط الرياضية تهتم مثل ما تفضل بي دكتور آلان بالمدربين، المدرب لياقة بدنية، مدرب تكتيكي وخططي، بينما تهمل الجانب النفسي صح. وهو العامل اللي حاليا بصراحة اللي يحدث الفارق حاليا. كلام سليم. العامل النفسي له دور حتى بالتأهيل النفسي بعد الإصابة. يعني نفترض أنه لاعب معين انصاب لاحتكاك معين داخل، كون أكو مختص نفسيا مع اللاعب راح يساعده بالعودة إلى الملاعب، خلينا نقول بالمصطلح الرياضي، بوقت أسرع مقارنة بواحد إنه كن أكو معاه معالج بس ماكو واحد يهيئه نفسيا أو يدفعه لغرض التأهيل النفسي، لأن التأهيل النفسي عامل مهم اللي يلعب دور منا نربط الحالات الوظيفية بالحالات النفسية اللي تلعب بيها، إنه شلون التحفيز النفسي يلعب دور بتفعيل الهرمونات اللي هي تهيئ اللاعب إلى أنه يدخل بأجواء المباراة وتهيئه. مثلا عندنا هرمونات اللي تلعب هي هرمونات السعادة، هرمونات الاكتئاب اللي هي تلعب دور مهم بالحالة النفسية فسلجيا بالحالة عودة اللاعب exactly. ولا الدوبامين هرمون السعادة اللي هو هرمون الاكتئاب اللي هي تحفز اللاعب أنه شلون يكون مهيئ أو شلون يتأثر بخلينا نقول الجمهور أو الأطراف الثانية. فهاي اللي تفضله الدكتور الآن صحيح جدا بصراحة، لكن عاني مع الأسف الأكثرية الساحقة تهتم بالإعداد البدني والمهاري وتهمل الجانب النفسي، وحاليا بالعلم الحديث اللي يحدث فارق بمستويات الفرق هو العامل النفسي لعدم وجود هذا الكادر. والدليل إنه أكثر اللي ما يميز اللي من وصل الفريقين في كرة القدم إلى الضربات الترجيحية. أي. الضربات الترجيحية اللي ينهي ضربات الترجيحية أفضل. هو العامل النفسي. هو المنتصر. 100% العامل النفسي هو اللي هي. لأنه اللاعب صحيح راح يكون أكو عليه لود فيسيولوجي، لود بدني. بس اللاعب بكل الفريقين أكو عندهم هذا اللود، بس منو اللي يسوي الفارق؟ هو تهية اللاعب نفسيا. طالب معين سوى بحث ردود أفعال اللواعيب بأندية لمحاضرات نفسية، لأنه قليل عندنا ما مقتنعين، يقول إذا أكثر اللواعيب، ما نقول كل مثل ظاهرة، أكثر اللواعيب أو اللاعبين خلينا نسميها صح التعبير، من يا بأكو محاضر نفسية الدكتور فلاني راح يعطيكم علم النفس الرياضي، يا موت احنا قضايا نفسية نعرفها بحاجة واحدة، يحكينا عن علم النفس ماكو استجابة المطلوبة، لأن ما يعرفون أكو فرق بين الرأي الشخصي بين رأي واحد دكتور ويجيب لك إجابة هي نفسها في أمريكا في لندن في إجابة علمية مبنية على المنطق. ما تعتقد رد فعل السلبي لعدم أو عدم استجابة للواعيب أو الرياضيين لمحاضرات نفسية لأنه عدم وجود مثل ما تقولون أو سبب آخر؟ ليش ماكو؟ هل هو أنا صح داعتي؟ هل هي ظاهرة أنه رياضيين ما يستجيبوا للمحاضرات النفسية؟ أكيد أستاذ رفيق، أجيب لك مثال على أهمية الجانب النفسي. نعم. إحدى بطولات قبل ما يصير بطولة الخليج، إحدى البطولات أتصور تصفيات كأس آسيا أو نعم. تصفيات كأس عالم، كان المنتخب العراقي كان عندهم لعبة بإحدى الدول العربية. زين. كانوا نازلين بفندق معين، فالمنافسين مال الفريق العراقي كانوا مسوين فريق عمل متخصص وموزعيه على دائر مدائر الفندق اللي كانوا ساكنين به أعضاء منتخب العراقي. شغلهم شنو؟ يطبون على الفندق، أي لاعب عراقي متميز يقعدون وياه يحشون به على العقود. أنا راح أجيب لك هالعقد من هالنادي وراح نعطيك هالفلوس راح نعطيك هالفلوس. فاللواعيب كلهم راحوا على العقود وعلى الفلوس والمهارة والالتزام الرسمي، ولا واحد ما بقى من كان يروح على الملعب ويلعب لعبة باله مو يم اللعب مو يم النتيجة، باله يم العقود وفلان نادي ويفكر بالشغلات المستقبلية اللي صار تشتت ذهني.
طبعا يعني اخذوه، ما بقى التركيز المطلوب، لا تركيز، لا 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 انتباه، صح صح، لا ادراك، مع الأسف، لا تفكير، صح صح، لا تصور، كلامك لا سليم، تخيل، اللي هي هاي كلها عمليات عقليه وعمليات معرفيه، ويجب على اللاعب انه صحيح يكون عنده معلومات عليه. ف يعني هذا المثل يقول لنا انه الجانب النفسي تأثر على الجانب المهاري والجانب البدني. إش قد ما يكون اللاعب متمكن من الجانب المهاري والبدني، إذا مثل ما تفضلت به الدكتورة، إذا ما تكون مهيئة نفسيا وما شايف وما يعرف إنه شن هي المردودات النفسية اللي بمعنى إحنا بحاجة إلى كوادر في مجال العلوم النفسية بوفق المطلوب، حتى يعني خلي يملأ هذا النقص الموجود في إحنا بانين كل شيء بس ما بانين العقول. طيب، عندنا وقت محدد لبعض الفقرات، عندنا متنوعة حتى لا يصير ملل. خلينا نقول أحبتي، يعني أنتوا تشوفون الرقم بأسفل الشاشة، هذا الرقم تشوفه بأسفل الشاشة، 0750-451-3314. بالمناسبة هذا مرات من بصرة مرة خبرونا ومن بغداد، هذا مو مباشر، لأنه مباشر راح يضيع وقت إحنا. هذا الرقم أي اقتراح عندك، أي رأي، كونك كنت مختصا أو رياضيا أو حتى عندك مشكلة من نفسية لا سمح، تعرفون إحنا بكل حق نجيب أطباء نفس، وأكثر أطباء نفس هم أصدقاء البرنامج. فأي رأي عندك موضوعنا اليوم بإمكانك عن طريق هذا الرقم تشوفه بأسفل الشاشة، عن طريق رسالة نصية تزلنا إياه، وأكيد راح نقرأ رأيك بالحلقة القادمة، ونقول إحنا الممنونين برنامج سيكولوجي منكم وإليكم وفي خدمتكم. أحبتي، بعد ما سلطنا ضوء على اللاعب وإعداد النفسي للاعب، راح ننتقل إلى هذا السلوك الفردي إلى السلوك الجمعي إلى الجمهور. راح ننتقل إلى جمهور أو سيكولوجية الجمهور، تحديدا جمهور كرة القدم، ولكن بعد هذا الفيديو القصير لنتابعه معاً. بكم من جديد أحبتي، برنامج سيكولوجي وياكم، لازلنا نتواصل مع ضيوفنا الأعزاء الدكتور آلان والدكتور عظيمة والدكتور منهل، أساتذة في كلية التربية الرياضية في أربيل. ما الأسباب التي تجعل جمهور كرة القدم يكون فوضويا أحيانا أو هجوميا، وأحيانا يحول الأجواء إلى كرنفال الفرحة؟ في اعتقادي وحسب المعلومات العلمية أو المدروسة في مجال علم النفس، احنا عندنا نظرية، يعني في مجال علم النفس احنا عندنا نظرية إبراهام ماسلو اللي هي نسميه من نظرية الحاجات. أوكي. لكل إنسان يوجد حاجات. حاجات ماسلو؟ يبدي نعم، يبدي بالحاجات الفسيولوجية وإلى الموجودة بحسب مثلث تحقيق الذات وإلى آخره. نعم. حاجة إلى الأمان، حاجة إلى تحقيق الذات، وحاجة إلى احترام الذات وتقدير الآخرين. فكل
كحالة أو كغريزة موجودة داخل كل إنسان. هذه الحاجات يجب أن تشبع. فمرات من يروح الجمهور يحضر مباراة معينة هو السبب الرئيسي أنه يجب إشباع هذه الحاجة، لأنه صار عنده حاجة ويريد إذا ما يشبعها يتوتر، يصير عنده نقص توتر. ومن يصير عنده نقص يصير يعني فقدان التوازن النفسي، خلينا نقول حالة معينة من أو إشارة استفهام على شخصيته. صحيح. فالرياضة بشكل عام أو الفعاليات الرياضية بشكل خاص، قصدي على الفعاليات الرياضية يعني نوعية الفعاليات الرياضية، قدم، سلة، طائرة إلى آخره، تعتبر إحدى الوسائل لتشبيع هذه الحاجات. فالجمهور من يروح هناك يريد أنه يغطي هذه الحاجة أو يشبع هذه الحاجة حتى يحقق ذاته أو شغلات الخاصة بالجانب الشخصي أو كشخصية الإنسان. بس نرجع نقول الحالات اللي دا تصير داخل الملعب، سواء كان حالات جميلة أو حالات غير جميلة، حالات عدوانية أو حالات غير عدوانية، يبقى على العوامل المحيطة بالمباراة. العوامل المحيطة بالمباراة يأثر بشكل كبير على نفسية الجمهور وعلى الحالة الإجمالية للمباراة ككل. مثلا تشوف مثلا عندك لعبة ودية، الجمهور جاي يستمتع فيعبر عن نفسه أو يعبر عن مشاعره بشكل جميل وبدون فوضى وبدون استخدام العنف إلى آخره. بينما عندما تكون عندك مباراة فاصلة أو مباراة حاسمة مهمة نتيجة يأثر على مجمل الأحداث المحيطة بالمجتمع، فيمكن هذا يؤدي إلى ظهور هذا الشخص اللي قبل فترة شفته جميل وحباب وهادئ، تشوف مثلا يصير عنده عنف، يصير عنده درجة توتر تزداد، درجة التودد تزداد حسب الأجواء المحيطة بالمباراة. فأنا أعتقد أنه هاي الحالة اللي تؤدي إلى ظهور الجمهور سواء كان بشكل إيجابي أم بشكل سلبي، إضافة إلى مجموعة من العوامل اللي مثل ما ذكرت يعني خاصة بمباراة معينة أو ببطولة معينة. وهذا هي الجدل الموجود في علم النفس، لأنه لحد الآن إحنا يجوز ما حاسبين أنه الإنسان ككائن حي أو كبشر عندما يأتي إلى الحياة أو يولد هذا الكائن الحي خير أو شرير. لحد الآن العلم النفس في هذا الجدل، ودنشوف يعني بمرور الزمن يظهر حالات أو مواضيع أو صفات مجهولة لدى الإنسان لحد الآن، يمكن حتى الأخصائيين النفسيين أو الأبحاث أو الشغلات أكيد هذا موضوع يعني يحتاج لحد أكيد الآن خير أمشي هو إنسان يولد حرا كما يقول جانجل روسو، يعني مرات البيئة هي اللي تزرع بخير أو شر. نعم يعني بس اللي احنا بدنا نعرف به والحسب اختصاصنا انه هي عاملين عندنا، عامل الوراثي والعامل البيئة اكيد. شكرا دكتورة، شكرا دكتور. دكتورة سمعتي، انت ايش تعتقدين شنو اسباب اللي تخلي الجمهور احيانا فوضوي احيانا ايجابي؟ الجمهور اصبح حاليا العلم يدرس سيكولوجية الجمهور، حضرتك ذكرتها في البداية، وهناك من ينظر لها من علماء النفس انها كأنه هي كفيلم سينمائي، لها بداية ولها احداث ولها احداث تشد الجمهور تشد الجمهور، ولها نهاية قد تكون سعيدة وقد تكون مأساوية. صحيح. هنا الجمهور اللي جاء للمباراة مثل ما ذكر دكتور علان، هل هو جمهور جاء لغرض الاستمتاع أم جاء لغرض النتيجة والفوز؟ أحد بالفعل أحد الفلاسفة الإيطاليين يقول الجمهور غير عادل، لأنه بعض الفرق تؤدي أداء جدا راقي وأجمل ما بالمهارات يقدمه اللاعبين لكن يخسر. لو خسر الفريق مع الأداء العالي
سوف يؤن باللاعبين وكل عوامل اللوم والكلام السيء باتجاه هذا الفريق. وهذا يصير إجحاف بحقه. وإجحاف بحقه. صح. ولو فاز الفريق مع كل السوء اللي باللاعبين والتدريب والخطط والتبديلات يقال إنه، ولهذا يقولون إنه هناك حالة من الظلم، لأنه الجمهور ما يكون بعض الأحيان حقاني، ما يكون على أنه ما يعني العفو دكتورة لا تنسي كلامك، كان ما ذكرتيني بمثل إذا قلنا لمشاهد معين ورقة بيضاء وخلي نقطة سوداء هنا، أول شيء جدت شوف يقول نقطة سوداء ينسى كل هذا ما يدور على النقطة السوداء. صح صح من كلامي سليم. أستاذ رفيق أنه بعض الأحيان لازم ما ننسى أنه واحد من العوامل اللي تأجج الجمهور هو الإعلام. هناك من يذكر، هناك من يذكر أحد العلماء بالإعلام يقول أنه يذكرها بكلام شوية قاسي، يقول المخصصة مباراة إذا حضرتك طلبت عن كرة القدم يذكرها يقول بالتلصصية. كيف بالتلصصية؟ يقول اللي يلعبون تقريبا 11 لاعب فريق أي و11 لاعب فريق بي والبقية بالآلاف الجمهور. صحيح. يقول هناك من يتلصص ويستفاد من هذا الموضوع لغرض أما تأجيج الجماهير أو الاستخدام موضوع استخدامه موضوع قومي كدولة ودولة وشعوب، أو استخدامه في عملية تسقيط الآخرين، تسقيط اتحاد، تسقيط لاعبين، تسقيط هيئات، تسقيط المدربين في عمل يستخدمه. ولهذا يقول أن التلصصية أنه ما استخدمه بالاتجاه الصحيح، أنه راح باتجاه آخر أما تأجيج الجماهير أو لغرض إسقاط ناس آخرين. فالجمهور على الأغلب، ما يكون رايح حتى أنه بس يستمتع، يكون على الأغلب بالأخير يريد يفوز. شلون ما تأدي بالأخير، أنا أريد منك أنه تجيب لي نتيجة. دكتور شكرا دكتورة. دكتور منهل شكرا دكتورة. شكرا دكتور أعلان. أنا أضيف الدكاترة أنه الجمهور حسب تصوري أنه ممكن يتصنف صنفين، اللي هي أو في حالتين، الجمهور قبل وبعد المباراة والجمهور أثناء المباراة. الجمهور أثناء المباراة هو الجمهور اللي يعيش المباراة بارتفاعات الضغط وانخفاض الضغط، بينما أكو جمهور يكون قبل المباراة ضغط الشارع. شنو ضغط الشارع؟ اللي هو الجمهور الرياضي على اللاعبين، خاصة مع تزايد مواقع التواصل الاجتماعي. وأغلب الجمهور يعتبر نفسه أنه هو مثقف رياضيا، فيقوم بإعطاء آراء قبل المباراة. هذا يؤثر على حالة النفسية للاعب أو في دفع اللاعب، أنه هذا اللاعب اليوم عندنا مثلا لاعب متقدم خلينا نقول بخط الهجوم راح يقولنا، هذا الضغط إلا تأثير إيجابي وتأثير سلبي على اللاعب. ممكن أنه اللاعب بعد ما هالقد ما يرفع الجمهور بالنهاية ما يقول، يقوم هو اللي يكون هو يأثر على حالته النفسية اللي ما راح يقدر يتواصل وياه. وأثناء المباراة اللي سؤال حضرتك اللي هو لماذا يكون أحيانا عدوانيا وأحيانا نعود إلى أحيانا يكون هادف إيجابي، هو بالأخير هو ثقافة الجمهور تلعب دور لها، وقيادة الجمهور همنا هناك أظن دور لقيادة الجمهور. صحيح. أغلب الأندية المتقدمة بالدول العالم هناك رابطة مشجعين، الرابطة مشجعين تكون مجموعة من الأعضاء يكون عندهم هدف، يكون يلعبون على الانتماء للنادي، الوفاء للنادي. نلاحظ كثير من الأندية حتى بعد خسارة المباريات الجمهور يقوم يتصفق للاعبين في بعض أحيان من المواقف، هذا رغم ضعف الموقف رغم الخسارة، لكن الجمهور يكون إيجابي بهاي الحالة لأنه عنده ثقافة، عنده هدف. اليوم نخسر باكر نربح، فهنا يلعب نوع الثقافة الرياضية اللي تسود بين الجمهور ومدى ولاء الجمهور لفريق معين يلعب دور جدا قوي بأنه شنو نوع التصرفات اللي راح يتصرفها الجمهور ومتى يكون عدوانيا ومتى يكون. بالإضافة إلى نقاط اللي ذكرتها الدكتورة من ناحية أنه يمكن يكون أكو محفز خارجي يدفع إلى قيادة الجمهور أنه تثير الفوضى،
من أجل إفشال عملية معينة، أو من أثر من أجل إسقاط بلاعب أو مدرب أو كادر أو اتحاد وإلى آخره من الأسباب. شكرا دكتور. إذن أحبتي سمعتوا ضيوفنا يعني أراء أنتم مرة أخرى، هذا الرقم ده يطلع بأسفل الشاشة 0750451-3314. مرة أخرى نقول لكم أي رأي إضافي عندكم كالمعتاد مثل الحلقات السابقة أكيد راح نقرأ أو نخلي رأيكم راح نبثه بالشاشة. أحبتي كبرنامج سيكولوجي تعقيبنا، احنا دائما عودناكم ايضا تصير حالة وسط بينكم، انتم هم ضيوفي، انتم تشربون شاي احتمال قاعدين بالتلفزيون، احنا هم ضيوف يومكم، يعني التلفزيون يدخل في كل بيت، احنا نصير ربات كوننا، هو هذا شغلنا كبرنامج سيكولوجي، النشر هو هدف النهائي، نشر الثقافة النفسية بشكل عام، والثقافة النفسية في مجال الرياضة، في مجال الفن، سيكولوجي الفن، سيكولوجي الرياضة لكل الناس، بس على أساس علمي مو رأي شخصي. يعني الدراسات النفسية تقول على ضوء كلام أساتذة ودكاترة الموجودين ويانا، التصرف الشخص من يكون على حدة لوحده كل شيء يختلف من يكون بين المجموعة، خاصة مرات ما يقدر يسيطر، ما يقدر يقود المشكلة، المشكلة تقوده، يعني يسوي عدوى اجتماعية، دي يسمعون دكاترة ويجوز تعقيبهم على ضوء على برنامج سيكولوجي راح أسمع رأيهم كتعليقنا إحنا كبرنامج سيكولوجي، لأنهم مختصين وإحنا نستفيد من عندهم. نستغل وجودهم. احنا نقول كبرنامج سيكولوجي يعني اكو عدوى اجتماعية نفسية، واحد بالجمهور يقول وكل الجمهور يصير مثلا، ولكل مجموعة مثل ما ذكر الدكتور منهل لكل جمهور اكو قائد، ربما اكو تخطيط، فمرات تستغل بالسياسة هذا الجمهور، يعني واحد ما يقدر يسيطر على العقل الواعي، يعني على العقل الجمعي يسيطر على الشخص، يشترك مع هتافات الجمهور الشخص حتى لو يعرف كانت خاطئة لا إراديا، لأنه العقل الجمعي يقود، العاطفة تقود مو العقل، إنه كل هذا الجمهور كبير مرات يستغلون سياسة مثل ما. وأحيانا آخر كلامي أنهي وراح أسمع تعليق دكاترة على رأي برنامج سيكولوجي، هو هذا الهدفنا. يعني موسوليني الفاشل الإيطالي كان يعني كان يقول أصلاً الرياضة خاصة رياضة كرة القدم أكبر أداة لتوحيد الشعب، على ضوء هذا الكلام هتلر نتيجة الغسل الدماغي من كان يصير مذابح جنود يقبلوه لأنه كان ضمن الجماعة الجندي، يقتنع كل الجماعة دي يأيدون هذا الشيء فهو صار حال حالهم. فمثل ما قالوا من هو اللي ما يقود ما تقود الحالات السلبية الجماعية اللي عنده إعداد نفسي ما يتأثر، مثل ما بداية حديثنا حكينا. أربط كلامي آخر شيء راح أسمع دكتور آلان هسا على ضوء ما حكينا، حساس الربط بيني وبينكم بين ضيوفنا دكتور آلان. بقى الأخيرة لاحظنا سيكولوجيا الجمهور العراقي تحديدا، خلينا نربط بحياتنا احنا، حسينا عن سمعت اراء جدا قيمه ومنطقيه من عندكم عن سيكولوجيه الجمهور بشكل عام. سيكولوجيه الجمهور العراقي نعتقد احنا كبرنامج سيكولوجي اثبتوا، مو بس انا قلت حتى السياسيين قالوا اثبتوا بانه يعني الرياضه تجمع والسياسه تفرق، بدليل الرياضه جمعت السني والشيعي والكردي والمسيحي العراقيين. أصلاً في زمن كنا ننقهر مرات دموعنا تنزل، في زمن بداية قبل فترة نلقيت صارت مشاكل بالعراق وقنابل وتفجيرات أو إهانات، مرات كانوا الزملاء يبكي الواحد يقول أنا أستحي أقول عراقي ورا هذا الخليج تحديداً، يعني المباراة خليج وأونا الأخيرة يعني تفاجأنا فتشي مريح، صار أمل كأنما عراق رجع لأصالته، هذا البابلون، هاي الحضارة البابلية الآشورية الأصيلة، الكل قام يفتخر بشعور العراقي نتيجة الرياضة، العلم الكردي المسيحي السني الشيوعي اليزيدي الكل قام عاش 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 العراق، وقام ينتشر أغنية عاش العراق. تعتقد هذا الشيء ما المطلوب؟ شلون تفسر أنت كمختص دكتور آلان أيضا ضيوفنا أنتو يعني هذا الجانب النفسي بأول الأخيرة كتعليقك، شون المفروض يستمر مو احتمال ينقلب إلى تدخل السياسة هناك إلى شيء سلبي، لو يستمر إيجابي شنو كان تعليقك على رد فعل الجمهور العراقي بأول الأخيرة بعد ما فاز منتخب العراق؟ الجمهور العراقي صراحة هذه البطولة أنا أعتقد أنه الأسباب اللي أدت إلى ظهور الجمهور بهذا الشكل
هي أولا التعطش، لأن الجماهير العراقية صراحة أقول لك كان متعطشة لاستقبال منتخباتها ولاستضافة البطولات سواء كان على المستوى العربي أو القاري أو الدولي. فأعتقد أنه هذه أول بطولة بعد فترة طويلة من عدم إجراء البطولات واستضافة البطولات. طيب تعطش سبب هذا إحدى الأسباب اللي أدت إلى ظهور الجمهور بهذا الشكل هي تعطش الجماهير العراقية صراحة للرياضة بشكل عام. اثنين صراحة البنية التحتية الموجودة اللي هسه يعني قاموا خاصة في مجال كرة القدم وليس في مجالات الأخرى، لأنه إحنا راح نعاني في مجالات أخرى، بس البنية التحتية في فعالية كرة القدم صراحة الملعب والمستوى الفني اللي ظهر به المسؤولين على تنظيم هذه الاحتفالية أو الكرنفال صراحة أدت إلى وهذا الوضع السياسي المتوتر اللي هسه موجود داخل البلد. الرياضة أتصور صار سبب لتقارب تجمعهم أو للتجمع. احنا قلنا الرياضة تجمع والهذا، فلهذا أنا أقول لك أن الرياضة هو سياسة صح. بس ربما قد يكون الوسائل اللي تستخدم في سبيل أن يكون رياضة وسيلة فعالة ووسيلة لتجميع مكونات الشعب وربما مرات يكون يعني بشكل آخر. فأنا أعتقد أنه ظهور الجماهير في هذه البطولة في بطولة الخليج هي كانت هذه الأسباب. وصراحة يعني المستوى الفني للمنتخبات وخاصة المنتخب العراقي أنا أعتقد أنه بدأ شوية بالتحسن وربما جميل. أعتقد أنه إذا يستمر على هذا النهج أو الخطوة للأمام أكيد. دكتورة هناك من يدعو لفصل السياسة عن الرياضة، حتى الاتحاد الدولي لما تتدخل الوزارة أو تتدخل الحكومة في تغيير اتحاد أو كذا يلجأ إلى معاقبتها، لكن في نفس الوقت نجد أنه المنتخبات الدراس مالته هو علم البلد، لما يدخل يلعب قبل بداية المباراة يقرون النشيد الوطني لهذا البلد. صح. إذن الرياضة كأنه هي حرب بين دولتين، حرب غير يعني حرب غير معلنة. ليست بالسلاح. فالجمهور بالعراق بالتحديد في بطولة الخليج مثل ما ذكر دكتور آلان هو جمهور متعطش ليس فقط للعب، انه يلعب يريد يبرز انه العراق بلد بدا ينهض وبلد الى ثقافته وبلد انه يعشق الرياضه ويدعمها. ودليل انه بعض المباريات لما كان منتخبنا يلعب والجمهور والملعب يقبط بعد ما يروحون يتابعون المباريات الاخرى ليس لاجل يشجعون قطر او الكويت، لا بس لاجل انه يكون الملعب مليء بالجمهور حتى يثبتون للدول الأخرى خاص دول الخليج أنه العراق بلد محب للرياضة، بلد يدعم أخوانه الخليجيين وهو ليس خارج هذا الموقع الجغرافي بالنسبة لإخوانه. فالرياضة هي يعني نهائيا غير منعزلة عن السياسة. وإذا يعني نرجع نقول الشعوب والجماهير كيف تتابع الرياضة، إذا تشوف الجمهور العراقي اللي راح المباريات أغلبهم الناس الفقراء البسيطين اللي تشوف ملابسة بسيطة. بخال أبو الدكتورة قاطعك، يعني صحية العلاقة بالسياسة بس بشكل عام جيبي أي ندوة سياسية لأي حزب لي كذا ما راح تجي كل الأصناف الناس، بينما الرياضة جمعت كل الأصناف. بالفعل يعني مسألة حقيقية صح ولا غلط؟ صح، لكن الجمهور يريد أنه يعني يرفع اسم بلده، قد يحاول أن يصلح ما أفسده السياسة. ربما على ضوء كلامك ربما نتيجة مو بس عراقي، الشرقي بشكل عام، الوطن العربي بشكل عام، نتيجة شعورهم في اللاشعور باللاوعي اكو عندنا نقص، ما متطورين صناعيا، كانما الرياضه دا عوض انا شيء تراني موجود بالعالم، حالي حالكم يا اوروبيين يا امريكا. ربما هذا حق مشروع بودي احقق ذاتي سواء كان رياضه او صناعه. استاذ بس يبقى جمهور العراقي وحده لطيف وجميل وراقي. اذا سالت رفيقي وحده من الاشياء اللي تدفع الجمهور لهذا التعطش والتشجيع القوي بالمباريات انه هو رايح هو يمكن حياته وما لعب كره قدم. صح. لكن انه يريد يعوض الفرح اللي ما حاس به، يعني يريد يحس به داخل الملعب. اكيد دكتور منهل بشكل عام على ضوء كلام دكتوره عظيمه، يعني احنا حاسين عن الناس
يعني شنو تحس بالطفل والشيخ وكل كانت سعادة جميلة، هدفة إيجابية تعطيك تفاؤل، مثل ما قال الدكتور آلان بأنه حسينا بدينا بتحسن مستوى الفريق العراقي اللي كان منسي سابقا، بس كانت فرحة جميلة. يعني بنية معينة في عائلة معينة ما لها علاقة بالرياضة من كانوا يهدفون العراق سوون جول تنقلب الدنيا من الفرحة والرقص. هذا فتشي جميل، هذا انتماء، يعني هذا يثبت لنا كل واحد من عندنا واحد، هذا مسيحي وهذا سني، كل واحد عندنا وعلى خصوصية صح، بس كلنا واحد بانتمائنا للوطن. دكتور تعليقك على هذا الكلام الجمهور وغير الجمهور العراقي؟ بصراحة أنه في ما يخص هاي النقطة، الفرق بين الرياضة ما توحد الناس، توحد الناس تبقى أنه من أي منظور أنت تباوع الرياضة. يعني بصراحة إذا نحكي على كمنتخب، منتخب كان بي سني كان بي شيعي كان بي أكراد، صح وهذا جميل. الرياضة إذا نباوع بيها من هذا المنطلق أنه أوكي الجمهور توحد اتكاتف لأنه كان الوطن أو العراق يلعب فاتكاتف الكل، بينما إذا تأيدا الكلام الأخوة أنه تبقى من أي منظور أنت تباوع بالرياضة، خلينا نقول بلد روسيا استبعدت من الألعاب الأولمبية بهدف سياسي، طبعا استبعد الألعاب الأولمبية الأخيرة اللي حدثت لأنه دخلت مع أوكرانيا بحرب عالمي، بحرب استبعدت روسيا من 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 المشاركه بالالعاب رياضيه، بينما هي روسيا ما كانت راح تشارك سياسيا، كانت راح تشارك رياضيا. فانت تبقى انت من اي منظور جاي تنظر عليها كوطن؟ اي تكاتف الوطن لمده معينه اثناء مؤازره المنتخب، فرح الطفل تشجع، فرح الشيخ، فرحة المراه الكبيره. بس من أجي ألعب أنا مثلا، تلعب بصرة فريق من بصرة خلينا نقول مع فريق من أربيل، راح يصير كل واحد ينحاز إلى مدينة محافظة، هاي مسألة طبيعية، أو مثلا كل واحد وهذا يقول من ولايتي، واحد من بغداد غلب ولايتي يرتاح. فأنت مثلا من العراق من كان أيام ما كان علاقته ما طيبة مع الكويت، من كان يخلق نوع من الحساسيات بين، فأنت تبقى أنا برأيي من أي منظور تريد تنظر عليها، كبطولة وطنية وحدت لفترة معينة، أتمنى هذا التوحيد يستمر. أتمنى هذا التوحيد. تمام، شكرا. إذا أحبتي قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة اللي هي أسئلة سريعة وإجابات سريعة، مو عن الرياضة ولا على شخصية ضيفنا أو ضيوفنا، كل واحد راح أسأله أسئلة سريعة قد تكون محرجة بس لطيفة أكيد لأنه مسويها مع ضيوفنا السابقين. قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة اللي هي أسئلة سريعة لأننا باقينا دقائق لنهاية الحلقة، أكيد راح تشوفون على الشاشة نعطيكم ثلاث حكم رابط. دائما احنا نشتغل بلغة المنطق لأنه مع الحكيم أبدا لن تفسد، مع الفاسد لن تصبح حكيما، سواء كنت رياضيا أو فنانا أو سياسيا، مع الحكيم لن تفسد. حكمة اليوم عن الرياضة دا نحكي، أن الحكمة الأولى دا تشوفوها بالشاشة، الرياضة هي تربية النفوس قبل أن تكون إحرازا للكؤوس. الحكمة الثانية، الرياضة هي الإدارة العاقلة للجسم السليم. الحكمة الأخيرة والثالثة، لا تسأل عما يمكن لزملائك في الفريق تقديمه لك أيها اللاعب، بل اسأل نفسك اسأل نفسك ما بيسعك تقديمه أنت لزملائك. بنهاية هذا الحكم أحبتي راح ننتقل لأسئلة سريعة لضيوفنا، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أحبتي، برنامج سيكولوجي وياكم، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة والدقائق الأخيرة برنامج من حلقة اليوم، وهي أسئلة سريعة كالمعتاد في كل حلقة لضيوفنا. دكتور آلان، أنت عصبي؟ تقريبا. نصير عصبي يعني شو تسوي؟ من تغضب أنت شلون تتصرف؟ أصمت. تصمت، أوه جميل. دكتور عظيمة، نقطة ضعف في شخصيتك تتمنين التخلص منها، تتخلصين منها؟ العصبية.
انت معصبيه تتمنين تخلصين العصبيه. أيوة. اوكي موقف بتشاتش ما تنسي بس تتذكرين دموعك تنزل. موقف يعني حزين ولا موقف موقف تقصد؟ حزين بعد دموعك نزلت سابق وما تنسي ابد كل ما تتذكرين تبكين. اكيد وفاه والدتي الله يرحمه الله يرحمه. دكتور مرهل ثلاث صفات ما تعجبك بالرياضي؟ بالرياضي؟ ايه العصبية. العصبية. الانفرادية. الأنانية. الأنانية. اوكي اوكي. و صفة ثالثة. الأنانية والعصبية ما تعجبك بالرياضي بعد؟ غرور. الغرور. طيب. شكرا دكتور. طيب ننهي برنامجنا بكلمة الأخيرة كل واحد كم ثانية يحكي لي قيم برنامج أنت كدكتور شلون شفت برنامجنا القادم التدريسي شو رأيك حلقة اليوم؟ والله أتمنى لكم التوفيق الدائم إن شاء الله وأنا أعتقد إنه هذه البرامج ضرورية جدا لأنه إحنا صراحة نعاني من الثقافة بشكل عام سواء كان ثقافة رياضية أو ثقافة نفسية سايكولوجية إلى آخره. فأعتقد أنه استمرار هذه البرامج ربما قد يعود بالنفع الكبير. شكرا جزيلا دكتورة عظيمة رأيك بحلقة اليوم برنامج سايكولوجي. والله أنا أشد على إيدك على هيك برنامج وأتمنى يعني كثير من البرامج تحذو حذوك صراحة لا أتحيز أنك مجموعة لكن أنه ضروري أنه يكون عملية إدخال علم النفس بالأخص بالرياضة تعبنا صراحة يعرف دكتور علان ودكتور منال تعبنا دائما في بحوثنا نوصي أضيفه مرشد أو أخصائي نفسي للفرق. وهذا الكلام نكتب لكن لا يجد آذان صاغية. فاليوم استضافتك إلى أساتذة أكاديميين في علم النفس اللي غرض أنه يكون لعلم النفس دور مهم في الرياضة شيء جدا مهم نتمنى أنه يتم حذو هذا الشيء في البرامج وفي الرياضة بالأخص. شكرا جزيلا دكتور عظيم وخلي إن شاء الله. دكتور منهل رأيك ببرنامج سايكولوجي بحلقة اليوم تحديدا؟ عاشد إيدك شكرا للاستضافة مرة ثانية. برنامج حقيقة برنامج ممتع برنامج ضروري ممكن استفادة منه من خلال دمج بين علم النفس الرياضي في العلم النفس العام اللي هو يعتبر علم النفس الرياضي جزء من علم النفس العام وممكن استفادة من علم النفس في تهيئة المجتمع وتهيئة الرياضيين صراحة لأنه نفتقد إلى هذه الطاقات وهذه الخبرات في مجتمعنا خاصة مجتمع العراقي ومجتمع الكردستاني. شكرا مرة ثانية شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا دكتور منهل. أحبتي بالنهاية نهاية الحلقة انتهى وقت البرنامج. أول شيء نقول شكرا لحسن متابعتكم وضيوفي مو كانوا ضيوفي ترى أنتم كانوا ضيوفكم أيضا باسمكم باسم قناة زاكروس وبرنامج سيكولوجي. نقول الدكتور آلان التدريسي في كلية التربية الرياضية والدكتورة عظيمة أيضا تدريسية في كلية التربية الرياضية ودكتور منهل شكرا جزيلا لتربيتكم لدعوتنا ونتمنى لكم مزيدا من الإبداع والعطاء. شكرا جزيلا. ولم يبقى لدينا أحبتي إلا أن نقول هذه تحية فريق العمل المصورون شيروان عبدالله وسربس محمد وسنجر عبدالله والمنفذ جهانجير حمسور والإنارة باختيار والمونتير صديقي الجميل أمجد ومدير استوديو صلاح الدين صباح وهذه تحية المخرج عدنان الشريف وهذا رفيق حنا موعده وقدم برنامج حيكم نلتقيكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء.